لم يسلم سائقو الشاحنات من عمليات الابتزاز والأتوات التي تمارس من قبل مافيات الفساد في بعض الأجهزة الأمنية التي تحكم سطوتها على السيطرات الخارجية والداخلية، فأما الدفع أو البقاء في العراء لعدة أيام. أنا السيارة وراي، أنا الرجال سايق صاحب عائلة، أبو السيارة يريد مني، وهذا الشارع ما لك دخل بها، هاي الألف والألفين هاي إحنا راضين بها عمي، هاي تاوات أنت وتمشي وتوزع فلوس ما عندك، لأن أنت عندك مصرف يمك، مصرف لازم مصفطه ومصرف، كل ما تجي ادفع ادفع رسمي واعبر، يعني ماكو هيك، ماكو هيك اخوي العزيز، يعني دوله ما تدري بهذا الشيء. استاذ احنا المعاناه كسواق العراق معاناه نعانيها لا بدول افريقيا لا بالدول الماكله، يعني ماكو، يعني صار اليوم العراقي مشكله، وخاصه ابو الشاحنه ابو تريله، يعني هو الشريان الرئيسي مال البلد، يعني سيطرات ماكو سيطرات بكل العالم، يعني انت يوميا السائق على القليل يضرب 5 سونارات بنفس الوقت، يعني يوميا تحمل من السليمانية تروح لبغداد 5 سونارات، عمال تفتيش اطبق صفحة اتاوا بالسيطرات، يعني ماكو سيطرة اذا ما تعبر اذا ما ترتب، اذا حملك يطلع لك فدي، يعني فرب حملك قمرقك اصولي منافسك اصولي، والله عود الماطور مال الثلاجة ما عليه لزقه، هاي ابسط شيء ثلاجة، يعني والله 150,000 بوارختين. الجهات الحكومية وخلال مؤتمر صحفي تعهدت بإنصاف هذه الشريحة وإيقاف هذه الأتوات التي ترهق كاهل المواطن بصورة أكبر. العبث بأمن دياله وطرق دياله وخدمات دياله احنا علينا عليها تحفظ بصراحة، مهما تكون الجهة اللي وراءه جهة الإجازة الاستثمارية مهما تكون الغاية منها، احنا هدفنا خدمة ديالة. تلاحظون انه اكثر من 30-50 سيارة موجودة اليوم متوقفة قاطعة طريق بغداد مقدادية، ليش؟ لان المحطات الوزن بها تلاعب كبير. نطلب من اخوتنا ممثلين محافظة ديالة، نواب محافظة ديالة، اعضاء مجلس محافظة، تكون عندنا وقفة حقيقية، لجان للطرق القانونية، انه احنا شكلنا لجنه راح نتوجه بها ان شاء الله غدا يوم غدا الى دائره النزاهه الجهات المختصه بهذا الموضوع، وان شاء الله بالايام القادمه باكر بالزايد او بعد باكر راح تكون معالجه لهذا الموضوع. مطالبه بايجاد حلول سريعه لانهاء عمليه الابتزاز والاتوات والرشا التي يتعرض لها سائقو الشاحنات المارين بين بغداد ومحافظات الاقليم مرورا بمحافظه دياله.